have a seriously sweet tooth and I love my cake, but I just don't have time to bake. لذا ستكون هذه الوصفة مثالية لمن لا يملكون الوقت، ويتم تحضيرها في دقائق قليلة، ويتم خبزها في الميكروويف عوضاً عن الفرن، وتسمى كعكة الكابوتشينو في الفنجان، ويتم تحضيرها من مكونات بسيطة ومتوفرة. لذا أحضري ملعقة وأضيفي ملعقتين من كل مكون في فنجان التحضير، ملعقتين ممتلئتين من السكر، جميل، اثنتين من الطحين، طحين معالج، لذا سينتفخ الكيك قليلاً في الميكروويف، ملعقة من الكاكاو، صحيح، لنخلطها جميعاً الآن. إضافة مسحوق الكاكاو هو اختياري، نستطيع إضافة نكهات أخرى من الفانيلا أو اللوز، لكننا اخترنا الكاكاو اليوم. هذا الكيك لذيذ ومناسب لشخص واحد. نضيف بيضة واحدة، والآن يمكننا أن نبدأ بالمزج، ولنتابع حتى نحصل على قوام عجينة الكيك. لا نضيف أي نوع من الزبدة، لكن سنضيف القليل من الزيت كما نفعل عادة في كيك الجزر أو المافن، فقط ملعقة صغيرة من الزيت، صحيح، وستبقى خفيفة وهشة أيضا وسهلة المزج. لنضف ملعقة من الحليب، رائع، والآن لنقم بمزجها بشكل جيد لنحصل على عجينة متجانسة. بالطبع نستطيع، لكننا نحاول تبسيط العملية قدر الإمكان كونك لا تحبين خبز الفطائر، ولما ذلك؟ لكن هنا سنسرع العملية باستخدام الميكروويف، لا حاجة لمعدات كثيرة هنا، فالفنجان كاف للمهمة، وبالتالي سنوفر الوقت والجهد. سأضيف بعض القهوة بمقدار ملعقة، ملعقة واحدة تكفي، الرائحة شهية. هذه قهوة معطرة، لكن القهوة العادية ستفي بالغرض. والآن سأضيف بعض رقائق الشوكولا لجعلها ألذ. حاولي أن تمزجي في كل اتجاه، عمل جيد. انتهينا من المزج الآن، امسحي الملعقة باستخدام إصبعك، وذلك لترك المزيد في الفنجان. وها نحن جاهزون الآن. الآن لنضعها في الميكروويف، سنضعها لمدة دقيقتين ونصف لتكون الكعكة الأسرع تحضيراً، وستكون جاهزة قبل أن تشعري بذلك بشكل سهل وسريع. نستطيع أن نرى كم هي منتفخة الآن، وتحتاج لدقيقتين فقط حتى تستقر، وكما تلاحظين هنا إنها إسفنجية وناعمة جدا. سنضيف رشة من السكر الناعم، جميل. إذن إذا أردت كعكة بسيطة دون مشقة التحضير، أقدم لكم كيك الكابوتشينو في الفنجان جاهزة للتقديم.